الآن معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا ومرحبا بك دكتور في نشرة الثامنة وعلى شاشة يو تي في. اللجنة القانونية قدمت طلبا لرئيس الوزراء من أجل تعديل قانون الموازنة الاتحادية، مستندة بذلك على مادة قانونية حددت تقديم الطلب بوزارة المالية والتخطيط. لماذا برأيك؟ شكرا جزيلا. طبعا يعني السادة أعضاء البرلمان، يعني أنا أعتقد أن التصرف كان تصرف قانوني سليم بتقديم الطلب إلى السيد رئيس الحكومة، باعتبار أنه يجب أن يكون التعديل الموازنة من طالما فيه جنبة مالية يجب أن يكون من الحكومة. فهي قدمت مقترحات وفق رؤيتها، يعني وفق رؤية السيد النائب اللي من اللجنة القانونية، يعتقد أنه تقرير صندوق النقد الدولي ربما كان أيضا مؤثر، يعتقد أنه ستنخفض أسعار النفط كثيرا. هناك توسع كبير أو أفراط في النفقات التشغيلية، خاصة بعد إضافة أكثر من مليون شخص وتثبيتهم على الملاك الدائم، يمكن استنزف تقريبا ثلث الموازنة اللي هي رواتب وإجور. فربما هذه المبررات، وأنا أعتقد أنه الطلب سيدرس في مجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي، لكن أنا شخصيا لا أعتقد أنه ستجري هناك تعديلات على الموازنة طالما أقرت، وسيبدأ تنفيذها الفعل اعتبارا من 1/1. نعم. طيب ما هي الجداول التي يجري الآن الحديث عن تعديلها دكتور عبد الرحمن؟ هي الحقيقة مجموعة جداول، يعني الجدول الأول اللي يخص التخصيصات الرواتب والإجور، ونعتقد أنه هذه بالزيادة وليس بالانخفاض. يعني إحنا لا يمكن اليوم تخفيض الرواتب والإجور إلا بتعديل القوانين، قوانين اللي على ضوءها تمنح، يعني ممكن أن يتم تعديل سلم الرواتب، عند ذلك ممكن أن تنخفض الإجور أو تزداد. وهذا الجدول الثاني اللي هو يمثل الإيرادات المتوقعة والنفقات المتوقعة، هذا الملخص اللي يمثل الإيرادات النفطية، الإيرادات الأخرى اللي هي إيرادات الضرائب والجمارك والرسوم وإيرادات القطاع العام. فهذه ممكن أنه تحصل هناك توقعات أنه بزيادة الإيرادات الضريبية، طالما أنه ذهب العراق باتجاه الأتمتة، ممكن أن تزداد الضريبة وممكن أن يزداد الإيرادات الجمركية ربما إلى أكثر من ضعفين إذا ما فعلا تم تطبيق ذلك. أيضا الجباية اللي ممكن واللي تحدثوا عنها الزملاء، هناك يعني خطوات جادة من قبل الحكومة باتجاه تفعيل الجباية للكهرباء، ويؤمل أن تسد تقريبا 70% من احتياجاتها اللي هي أصلا تستنزف من موارد الموازنة العامة. هذه الجداول موجودة، جداول القوى العاملة، جداول النفقات، جداول الإيرادات. لكن يا سيدتي العزيزة، الكل تعلم، كل المتحدثين وكل الخبراء من القانونيين والاقتصاديين، أنه لدينا نفقات حاكمة بأكثر من 130 تريليون واجبة الدفع، سواء انخفض سعر النفط أو ارتفع سعر النفط، لأنه هي رواتب وإجور حوالي 62 تريليون، شبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين بحوالي 27 تريليون، وعندنا فوائد وأقساط الدين العام بحدود 14 تريليون هذا العام 24، والنفقات اللي تخص النفط لشركات النفط الأجنبية بحوالي 18 تريليون، وعندنا 10 نفقات حاكمة اللي تخص البطاقة التموينية والأدوية واستيراد الطاقة الكهربائية، وما أعرف أكو بعد فقرتين النوم، هذه 132 تريليون واجبة الدفع، فتدفعها الحكومة سواء كانت لديها تمتلك إيرادات أم لم تمتلك. نعم. طبعا هذا يقابل دكتور عبد الرحمن حوالي 40% من موازنة 2023 لم تنفق حتى الآن، أين يكمن العجز إذن برأيك؟ لا، أنا الحقيقة يعني العجز مخطط، يعني إحنا تحدثنا تذكرين حضرتك من منبركم الكريم والمنابر الأخرى، تحدثنا أنه لا يمكن للحكومة خاصة مع تأخر إقرار الموازنة إلى الشهر الثامن، لا يمكن لها أن تصرف 50%، لأنه لا يوم يعني هذا الرقم كبير، 200 تريليون
احنا الان بدنا نتحدث في لغايه 30/9 اجمالي النفقات كانت بحدود 78 تريليون، والايرادات كانت بحدود 94 او 95 تريليون. اتوقع الى نهايه العام ستكون النفقات بحدود 105-110 تريليون، وهذا الحقيقه هو الحجم الطبيعي للاقتصاد العراقي. يعني احنا لو نرجع من عام 2010 الى اليوم هي النفقات 100-110-115 في احسن الاحوال. الحقيقة فما عندنا عجز، أصلاً عندنا فائض، ونتوقع أن الفائض يزيد عن 25 تريليون في عام 23، ولدينا أيضاً 25 تريليون هو مدور من عام 22. فالحكومة ستدخل في عام 24 وهي تمتلك فائض بحدود 50 تريليون، ولذلك حتى إذا حصلت متغيرات بانخفاض أسعار النفط، أنا أعتقد أنه تمتلك القدرة على مواجهة على الأقل 6 شهور الأولى من عام 24. نعم. طيب، بما أنك ذكرت قبل قليل وتحدثت عن القرارات لصندوق النقد الدولي، أود أن أسألك دكتور عبد الرحمن، إلى أي مدى ستؤثر تلك القرارات على نمو الاقتصاد العراقي بشكل عام؟ هي ليست قرارات، بل هو تقرير، وهذا التقرير دوري يصدر كل 6 أشهر عن العراق وعن الدول الأخرى. صندوق النقد الدولي يصدر تقارير دورية عن كل دول العالم أعضاء الصندوق، والواحد من هذه الدول صدر التقرير قبل يوم 19 على ما أتذكر، أشار إلى، وطبعا هذه المشاكل اللي أشار لها تقرير الصندوق احنا مشخصينها من زمان. يعني احنا دا نتحدث عن ترهل الإنفاق الحكومي، زيادة النفقات التشغيلية عن النفقات الاستثمارية، الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، التخلف موجود في النظام المصرفي وعدم الأتمتة، الكتلة النقدية الموجودة خارج الجهاز المصرفي والتي كان ممكن أن تكون مورد مهم من موارد تمويل المشاريع، كل المشاكل القيود اللي موجودة على القطاع الخاص ويجب إعطاء الفرصة للقطاع الخاص، هذه كلها مشاكل موجودة، وكل التقارير الصادرة سابقا تؤشر. نعم. ومعظم الاقتصاديين يتحدثون عن هذه المشاكل، لا يوجد شيء جديد. هو تحدث عن النمو، والنمو مرتبط تماما بالنفط باعتبار أن النفط يشكل وفق ما أشارت السيدة وزيرة المالية في عام 23 كان 99% من إيرادات الموازنة تعود إلى النفط. طيب. وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و20% تعتمد على النفط، الدخل المتولد من النفط، يعني 80% من اقتصادنا يعتمد على النفط. لكن اللي غفلوا تماما انه الحكومه راعت مساله انخفاض اسعار النفط. يعني في موازنه عام 24 كان سعر برميل النفط محدد ب 52 دولار، وفي عام 25 كان ب 25 على ما اتذكر او 55 او 56 دولار، لكن الكميات المصدره كانت 4 مليون. هو التقرير يشير الى انه سبب، ربما واحده من اسباب انخفاض معدلات النمو، انه توقف الانبوب العراقي التركي لتصدير النفط باعتبار انه مصدر ب 400 الى 50. نعم نعم. دعنا نعود الى موضوع اللجنة القانونية وتقديم الطلب. لماذا لا تتوقع أن يقبل الطلب وبالتالي يمرر هذا التعديل؟ ما هي المعوقات التي تقف بوجه ذلك والأطراف التي ممكن أن تعرقل هذا التعديل؟ لا، هي ماكو معرقل يعني قانوني بهذا الموضوع، لكن الطلب سيدرس. وأنا أشرت في حديثي أنه لدينا نفقات حاكمة ب 130 تريليون، 132-130 تريليون، وهذه واجبة الدفع. نريد وكلنا نتحدث، أنا من أقول إحنا كل الاقتصاديين وكل السياسيين وكل القانونيين نطمح أن زيادة التخصيصات الاستثمارية، لأن هذه ستمول مشاريع، وهذه المشاريع ستخلق لنا دخل جديد وفرص عمل جديدة. هنا النقطة، يعني ما ذهبت إلى اللجنة القانونية بتقليص النفقات، أي نفقات نتحدث؟ إذا النفقات التشغيلية فالواجبة الدفع يجب أن تصدر بها قوانين. يعني مثلا الرواتب والإجور أشرت أنا يجب تعديل سلم الرواتب حتى نشوف شنو الرؤية. وأنا لا أعتقد أنه لا تتجرأ اللجنة القانونية ولا المالية ولا الحكومة بأن تعلن أنها ستخفض الرواتب باعتبار أنه هذا حق مكتسب، فبالتالي كل الآمال تكون باتجاه رفع الأجور. الأمر الآخر، هل ستتوقف عن دفع
ديون وفوائد أقساط الدين لديها التزامات دولية، وبالتالي ستترتب عليها فوائد وغرامات، وسينخفض التصنيف الائتماني للعراق، رغم أن الديون الخارجية لا تشكل رقم كبير باعتبار أنه آخر تقرير يشير إلى 22 تريليون وهو الرقم ليس 22 مليار دولار وهو الرقم ليس بكبير على الاقتصاد العراقي. زين، النفقات الحاكمة البطاقة التموينية، أنا أعتقد أنه جزء من برنامج الحكومة التوسع في موضوع السلة الغذائية وشمول أكبر عدد من المحتاجين السلة الغذائية، فبالتالي لا يمكن التلاعب بها. نعم، إلا الجانب الاستثماري، وأنا أعتقد أنه أيضا سنقف عند هذه النقطة ولن نسمح بتخفيض هذا الجانب. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا مباشرة ومن بغداد.